تعالوا بقى نروح دلوقتي والدوري الانجليزي وتعادل ليفربول مع توتنهام بهدفين لكل فريق في ختام مباريات الاسبوع ال 18 من الدوري الانجليزي. طبعا كانت مباراه قويه، كنا ناس يعني كتيره كانت متوقعه او منتظره ان محمد صلاح يزود رقمه القياسي، لكن هو بالامس ما سجلش اهدافه. على فكره وارد جدا، كان يمكن قدامه فرصه ذهبيه جدا، كان في انفراد يعني ويبقى يقدر ان هو كده يكسر رقم قياسي، لكن ما حصلش. على كل حال صلاح في صداره قائمة هدافي بريميوم ليج زي ما حضراتكم عارفين برصيد 15 هدف، تفوق بفارق هنا 5 أهداف عن أقرب مطارديه يعني في أو زملائه في الريدز. فأعتقد برضو مش مشكلة، أصل مش كل مرة برضو يعني كان في توقع، بس مش كل مرة محمد صلاح ينزل طبيعي. المهم يعني إن ابننا منفرد بالصدارة، هي دي هو ده الجزء اللي يهمنا. طيب